كابتن عبد الإله، يعني سؤال لك، إلى أي درجة من ممكن هذا الفريق أن يصل بهذه البطولة؟ نأمل الأوكيليان إلى أقصى حد. في الأول تقريبا الكل ما كانش آمن بأن الفريق غادي يدوز دور المجموعات. كان تنظن بأن الجمهور اللي حتى هو واحد الدور كبير في هذا الإنجاز هذا اللي وصل له المنتخب، لأنه كان فيما مر على أنه تيحاول ما أمكن باش الجامعه تلقى صدى باش المدرب يتبدل في اسرع وقت. صراحه كان التغيير شيئا ما في واحد الوقت متاخر، ولكن رب ضاره نافعه كما تنقولوا. بعض الاحيان الوقت فاش يكون كثير الاستعداد كيقدر بعض الاحيان ما تكونش ليه مسائل ايجابيه كما اللي شفنا اللي وقع المنتخب قطر اللي خذا وقت كثير في الاستعدادات. فهاد الامور تصدر بعض الاحيان تتكون لها اثر سلبي على المجموعه، لها اثر سلبي على الواحد المحيط اللي تعيش فيه الفريق. ففاش تكون المده تكون قصيره فهذا تيكون ليه واحد الجانب ايجابي، والشيء اللي لاحظناه تقريبا الفريق كان استعدادات واحد المده ديال شهرين، وتم من ناحيه اللقاءات الاستعداديه فكان خاليويتش هو بنفسه اللي مع الجامعه اللي اختاروا اللقاءات الحبيه اللي كانت مع تشيلي ومع الباراغواي. نعم. في حين لقينا مشاكل كثيره فاش الاستعدادات لاخر لحظات، تم لقينا المنتخب جورجيا باش نستعدوا في لقاء اخير، ولكن كما قلت لك رب ضاره نافعه، فكان الدور كذلك كبير بالنسبه للجمهور اللي كان ليه دور كبير في تغيير المدرب، ويمكن لنا الامور تتمر بواحد السرعه كبيره. كان بالنسبه للدفاع المنتخب كان يعني قبل من المونديال كان هو نقطة الضعف ديال الفريق، وهو أصبح الآن هو أحسن يعني من الأمور الإيجابية بالنسبة للفريق الوطني. نعم. إذن فالأمور تتم بهذا بسرعة، ويمكن لينا نحلموا لما لا بنصف النهائي، ومن بعد نشوفوا النهائي إن شاء الله.